مرحبا بحضراتكم مره كمان انا وكريم، وخلينا بقى نشوف كده توقعات بتاعت حضراتكم من سؤال السوشيال ميديا. مين المنتخبات العربيه اللي هي هتكون مشاركه؟ خلينا نبدا مع بعض باول حاجه. اشرف اسامه بيقول ان شاء الله المنتخب المغربي والسعودي والتونسي والقطري. قال لك جاب لك الاربعه. طب احنا كنا بنختار واحد بس، احنا كنا بنختار واحد بس، قال لك المنتخب المغربي. طيب ماشي، مين بقى اكتر واحد ده اللي احنا بنقوله؟ محمد صالح بيقول المغرب بنسبه 10%، تونس بنسبه 5%، اما الباقي فربنا يتولاهم برحمته. ماشي ماشي، بس طيب. هو بيقول لك المغربي ده كويس. مصطفى علي داوود بيقول اسعد الله صباحكم بكل خير المتالقين كريم ونهوان. اتوقع منتخبي تونس والمغرب بالرغم من صعوبه المجموعتين. ده انت بتقرا فين؟ الظهر. الظهر بتاعي. طيب. مروه ياسر تونس وابو علي المغرب وتونس. حلو جدا. اوكي، هتلاقي علي معلول حاضر بقوه. علي على فكره معلول فعلا في اجابات ناس كتير. طارق صادق بيقول المغرب وتونس. عبد الله محمد بيقول اتمنى المغرب وتونس. الله، ده في اجماع على المغرب وتونس. عمرو علي منتخب اولا ايه؟ ولا منتخب هيتاهل مع تمنياتنا كل المنتخبات العربيه، بس احنا لسه قدامنا كتير، ومبروك لقطر على التنظيم الاكثر من رائع. يمكن استاذ عمرو بيتكلم شويه كريم بطريقه لوجيك او مثلا منطقي شويه في كلامه. ماشي، ممكن تكون دي برضو وجهه نظر. ابراهيم علاء بيقول تونس والمغرب عندهم فرصه، وابو علي بيقول المغرب وتونس على اللولو. رضوانة موناني بتقول موروكو، واضح ان هي اصلا من اسمها مغربيه. وخلود حمدي ممكن المغرب، بس كنا نتمنى تونس عشان معلول. طارق مصطفى بيقول صباح الخير عليك يا كريم انت ونهاوند، اتوقع تاهل المغرب لدور ال 16. وادهم ابو اسامه العقل بيقول ان الاقرب للسعود المغرب، انما القلب يتمنى تونس. ما حدش جاب سيره قطر او السعوديه. لكن القلب وما يريد. ماهي بتقول المغرب وتونس ان شاء الله. طيب عندك بقى اهلاوي المصري الارجنتين والبرازيل والمانيا وفرنسا والبرتغال. انت بتقول ايه؟ انا بكلمك على المنتخبات العربيه. طب قد تكون المانيا عربيه واحده مش واخدين بالنا. يمكن هلا في الاخر مش تقصير مننا يمكن. اكيد اكيد تقصير مننا. قال لك تونس تكون الحصان الاسود في البطوله، نتمنى ذلك. ابو سلطان وائل كمال بيقول ان شاء الله علي معلول هداف كاس العالم. هداف كاس العالم يا رب والله. ابراهيم منسي بيقول كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبي تونس، لمنتخب تونس من اجل عيون اسرع ديليفري في مصر. نور محمد برضو ما اختلفتش في رايها، علي معلول معشوق الاهلاويه وان شاء الله تكون تونس. احمد عبده لباس عليكم تونس الخضراء ويا معلولي ده عائشه مجري. اوكي. احمد حسن اخيرا بيقول بالتوفيق ان شاء الله لعلولو والبلد الثانيه الشقيقه تونس. والامير محمد بيقول برضو منتخب تونس وعلي معلول. يمكن ده الكومن بقى، يعني تونس وعلي معلول تحديدا لهم شعبيه كبيره جدا وتوقعات الاكثر يمكن حظا في المباراه. بص، تونس المغرب قطر السعوديه، مهم يعني نتمنى تاني ان نشوف في تاهل، وفي نفس الوقت نشوف تاهل عن استحقاق، يبقى في كوره حلوه مش خساره يعني بسكور عالي. أكيد يا رب إن شاء الله. طيب.